والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال صدق الله العلي العظيم. هذه الايات المباركه في سوره الرعد توقظ ضمير الانسان. هذه السوره قلنا انها مكيه تخاطب المشركين الوثنيين الذين كانوا يعبدون الاصنام وكان الجهل مطبقا في مجتمعهم جهل في العقائد جهل في المعرفه جهل في السلوك جهل في المجتمع ظلم مسيطر على المجتمع الجاهلي. يريد الله سبحانه وتعالى ببعثة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى هذه الامه وغير هذه الامه بل الى الدنيا جميعا الى العالمين جميعا وعندما نقول ان الخطاب للمشركين ليس المقصود فقط اهل مكه. أهل الجزيرة العربية العرب مثلا كل الناس في ذلك الزمن كانوا يعيشون في انواع من الجاهلية سواء العرب أو الفرس أو الروم أو غيرهم هذه الآيات التي تتكلم عن القضايا الكونية إيقاظ للقلب إيقاظ للضمير تفعيل للعقل والفكر حتى يبدأ الإنسان يفكر مع نفسه، مع نفسه، ينطلق من هذه الآيات الكونية حتى يتدبر من أنا؟ كيف ولدت؟ وإلى أين أذهب؟ ما هو المصير؟ هل أتيت إلى هذه الدنيا فقط للبطن؟ حتى أشبع بطني أو أن هناك عالماً آخر ينتظرني. إيقاظ الضمير وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول أن الإنسان خلق مع فطرة سليمة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الفطرة تتراكم أو يتراكم عليها الغبار. غبار الذنوب غبار النسيان غبار هوى النفس غبار الانغماس في لذات الدنيا فيحتاج الى غربله يحتاج الى يقظه هذه الآيات توقظ الإنسان وقلنا سابقا ومرارا في السنوات السابقه وفي هذا العام ايضا في اول في أولى الجلسات أن القرآن ليس كتاب فيزياء ولا كتاب الطب وكيمياء ولكنه يشير إلى عظمة الخلق حتى يوقظ الضمير يفعل الفطرة النائمة الساكتة التي أتت عليها أتى عليها الغبار إشارة إلى قضية كونية شنو هذه القضية الكونية؟ البرق، الرعد، الصواعق وما أشبه. طبيعي الإنسان العربي وغير العربي سواء في الصحراء أو في الحضر، في البدو أو في الحضر، كان يرى البرق ولا يدري شنو هذا. يعرف ان هناك حدثا يحدث في السماء ولا يعرف التفصيل هذا البرق اي الشعله النوريه او الناريه التي تحدث من اصطكاك السحاب الموجب والسالب حسب ما نفهم اليوم في الاكتشافات الحديثه يصبح برق هناك في السماء بعد البرق بلحظات يأتي صوت الرعد هذه من المخلوقات المهمه في عمليه التكوين لهذه الكره الارضيه المياه في المحيطات تتبخر بفعل الله وبربوبية الله وتصبح سحابا الى السماء طبعا السحب كما قرانا في الكتب العلميه ثلاثه انواع بعضها كيلومترات جدا قليله فوق سطح الارض هذا مايله اي استكاك ومايله اي رعد ولا برق ولا مطر القسم الثاني من السحاب شويه اكبر شويه اعلى والقسم الذي يسميه الله هنا السحاب الثقال السحاب الثقال. سحاب هو ولكن ثقيل. ثقيل يعني شنو؟ يعني هذه الابخره التي صعدت من البحار ومن المحيطات وذهبت الى القسم الثالث من السحب فيها ماء هذا الماء لا يمكن ان ينزل ويروي الارض الا باصطكاك السحب. هذا الاصطكاك للسحب في عمليه جدا فيزيائيه مهمه يتولد منها الماء وتمطر الى الارض اشاره الى ان هذا الشيء الذي ترونه في العالم هو بربوبيه الله سبحانه وتعالى انظروا الى الايه هو الذي يريكم البرق البرق نراه من يرينا البرق؟ الله يرينا البرق، عندما تمشي في البلاد وحتى إذا تمشي وبالأحرى في الصحاري تشوف السماء تبرق يعني تندلع حالة نورانية بل نيرانية نيران تصير، نار يصير هذا البرق من اصطكاك السحب هو الذي يريكم البرق، عندما ترى البرق يصير عندك حالتين، اما حالة خوف واما حالة طمع. حالة خوف ليش؟ لأن الإنسان لما يشوف هذا الشيء في السماء يخاف. ولكن في نفس الوقت حالة طمع يصير، ليش؟ لأن يدري بعد شوية يجي مطر. فيطمع لهذا المطر. يشتاق لنزول المطر ووابل المطر فحالتان مزدوجتان في نفس الوقت اللي الانسان يخاف من البرق يطمع لما بعد البرق اللي يصير رعد بعدين ينزل المطر خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال الله ينشئ كيف ينشئ؟ اسباب ومسببات علل ومعلولات صحيح ولكن من جعل هذه الاسباب؟ كيف ان مياه البحر تتبخر وتصعد الى السماء وتصبح سحابا في الطبقه الاولى وفي الطبقه الثانيه وفي الطبقه العاليه وهناك يصبح البرق وثم الرعد وثم ينزل المطر. السحاب الثقال، ثقيل كلمه جدا معبره وجدا دقيقه. هاي السحاب بها وزن أنا قرأت اليوم في بعض الكتب العلمية وزنها الآن ما أتذكر بالأطنان كل قطعة من هذه السحب الثقال التي تفصل عن الأرض بكم كيلومتر هذه السحب جدا ثقيلة يعني إذا واحد يقدر يوزنها ليش ثقيلة؟ لأن فيها ماء فيها أطنان من الماء الآن أتصور كتبت كيف ان هذه السحب، يقول هكذا التخمينات العلميه، طبعا ليست بدقه ليست التخمينات دقيقه جدا ولكن هكذا يفترض العلم. يقول كل القسم الثالث من السحب العاليه اللي تصعد خمسة عشر كيلو مترا تقريبا فوق الكرة الأرضية فوق سطح الكرة هذه الأخيرة مثقلة بالماء ولذلك يعبر الله سبحانه وتعالى يعني أفضل دليل على حقانية القرآن بس هاي الكلمة أنت فقط أخذ هذه الكلمة في القرآن محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتيم مكه لم يدرس في مدرسه ولم يتعلم من احد لا يكتب ولا يقرا في اجواء مكه ياتي بايه ضمن عشرات بل مئات الايات القرانيه التي فيها قضايا علميه قبل اربعه عشر قرنا يقول هو الذي يعني الله الذي يريكم البرق خوفا وطمعا خب هذا واضح الانسان لما يشوف البرق في السماء هم يخاف من عظمه هذا النار هذه النار وفي نفس الوقت يطمع للمطر الذي ياتي بعده وينشئ الس... ينشئ يعني يخلق كيف بتبخير المياه من الارض وتصبح السحب تصبح سحبا السحاب الثقال العربي ذاك اليوم أو العجمي ذاك اليوم كان يفهم هذا الشيء كان يفهم أن هذه السحب إلى وزن وثقيلة مثقلة بالمياه شفت في, التح في الاكتشافات العلمية كل عام كل سنة 360 أو 365 يوم بالسنة كل سنة تهطل تهطل يعني تنزل المطر من المطر تهطل أربعمية وستين ألف كيلو متر مكعب من الماء الكيلو متر ألف متر صحيح أما إذا خليته مكعب يعني كيلو متر منا كيلو متر منا كيلو متر كعب يصير مكعب بعد مثل المتر المكعب أربعمية وستين آلف كيلو متر مكعب من المياه تنزل من هذه السحب الثقيلة المثقلة مطر إلى الكرة الأرضية ولكن العجيب شنو؟ العجيب من ربوبية الله سبحانه وتعالى ومن فضله علينا ومن تفضله علينا وإحنا من استاهل أنا أقول عن نفسي أنا ما أستاهل شو انا؟ يعني. العجيب انه من هال 460 الف كيلومتر مكعب فقط 300 عفوا فقط 90 الف كيلو متر مكعب ينزل على اليابسه. الكرة الأرضية تعرفون أنت حنقارين في المدارس قسم من الكرة الأرضية يابسة يابسة يعني شنو؟ يعني أراضي إما مدن وإما صحاري قسم من هذه الكره الارضيه ايش الان ما اذكر ما اذكر كم وكم ولكن نعرف محيطات بحار انهار طبعا الانهار جدا ما لها قيمه بالنسبه الى المحيطات المحيط الاطلسي، المحيط الهندي، المحيط المحيط هذه المحيطات اذا نزل المطر عليها ما يسوي مشكله. أما إذا أربعمية وستين ألف كيلومتر مكعب من الماء نزل كله على اليابسة تدري شو يصير؟ يصير حسب التقديرات في لحظات عشرة أمتار من الماء ينزل على الكرة الأرضية على اليابسة الله مرتب الوضع تدبيره بشكل من هذا ال 460 الف كيلو متر 370 كيلو متر مكعب ينزل على وين؟ على المحيطات على المياه نفسها يعني صعدت من المحيطات تنزل على المحيطات يبقى ايش قد؟ انت انقص نقص 460 000, نقص منه 370 الف كيلو متر مكعب يبقى 90 الف كيلو متر مكعب ينزل على وين؟ على اليابسه يعني بمقدار حاجة اليابسة والبقية تنزل على المحيطات هذا من لطف الله سبحانه وتعالى طبعا شلون تنزل مو في يوم واحد إذا كان كل هالتسعين ألف كيلو متر مكعب في يوم واحد كان ينزل على اليابسة أيضا كنا نغرق الدنيا كانت تغرق اليابسة كلها كانت تحت الماء في خلال أشهر قسم من هذه المياه تنزل في هذا القسم من الارض في اليابسه، والقسم الاخر في اشهر اخرى ولذلك يصير شتاء خريف شتاء صيف ربيع. شوف التدبير الالهي شمسوي حقيقه. ليش اقول لاخواني واخواتي طالعوا هذه الكتب العلميه. القران يوصي بذلك افلا يتدبرون افلا يتفكرون افلا يعقلون يعني شنو يعني روح اقرا روح دور روح طالع عندما تطهر ممكن تقول ليش القران ما مفصل هاي الامور كم كيلومتر مكعب شنو شغل القران مو هذا هذا شغل البشر بعد من مهمه البشر ان يكتشف ولكن القران يحرك القران يوقظ يوقظ الضمير يفعل العقل ولذلك يقول روح فكر أفلا يتفكرون أفلا يتعقلون أفلا يعقلون عفوا القرآن أتى للإيقاظ للتبصرة فقط بصائر القرآن بصائر نرجع إلى الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا حالتان في الإنسان هم يخاف من البرق هم يطمع لما بعد البرق عندما يهطل المطر وكل البساتين وكل الزروع ترتوي وينشئ السحاب الثقال كلمه الثقال جدا دقيقه مثقله بالمياه التي تبخرت من البحار بعد شنو البرق عندما ياتي بفاصل كم دقيقه كم ثانيه اقل اقل من كم دقيقه كم ثانيه يصبح هناك الرعد الرعد شنو الرعد الصوت المنبثق من اصطكاك السحابتين السحابة الموجبة والسحابة السالبة هاتان السحابتان تصطكان مع بعض في الفضاء بأمر الله وبتدبير الله وبربوبية الله بمجرد الاصطكاك يصبح برق وبعد البرق بثواني هذا الاصطكاك يولد صوتا مهيبا عجيبا هذا يسمى الرعد السوره شنو اسمها؟ السوره اسمها الرعد اللطيف في اسماء السور القرانيه سور من المجتمع من الحيوانات من النباتات من الامور الكونيه سوره البقره اسم حيوان سوره الفيل اسم حيوان سورة الرعد من الآثار الكونية هذه من بدائع الكتاب السماوي كتاب الناس كتاب المسلمين ويسبح الرعد بحمده هنا له أكو موضوع جدا مهم لازم أعطي مقدمة فيها هل الجمادات وغير الجمادات تسبح وتسجد أم نحن فقط نسجد أولا ما معنى السجود السجود لغة مو معنى أنه تجعل جبهتك على الأرض أو على التراب هذا اصطلاح شرعي حسب تعبيرهم آه يسموه الاصطلاحات الشرعية أصل السجود هو الخضوع هو الخشوع هو التواضع سجد يعني تواضع يعني خضع لشيء ولكن في الصلوات اليوميه نحن نسجد يعني نجعل جبهتنا على الارض طيب تسبيح شنو؟ التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب فهو الكمال المطلق كل كمال يختص به الله سبحانه وتعالى طيب احنا نسبح معقولة نأخذ السبحة بيدنا نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله نهلل نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله, لا إله الله نكبر نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر نحمد نقول الحمد لله الحمد لله هذا معقول أما الرعد يسبح هذا الصوت المنبثق من اصطكاك السحابتين البرق، الرعد، الشجر، الصخرة، التراب، هذه الأمور الغير عاقلة حسب تعبيرنا. لأن إحنا شنو عندنا؟ عندنا أكرم المخلوقات هو الإنسان، لذلك يسمونه المناطقة، شو يسموه؟ يسموه الإنسان الحيوان الناطق. بس هذا التعبير ما أدري شلونه. بس بالنتيجة ننطق، يعني نفهم، نتكلم، نعبر، ندرك. النبات شنو؟ النبات يدرك له شعور شوي روح بعد اعلى او ادنى بعد النبات الحيوان الحيوان يفهم يشعر روح بعد ادنى الجمادات اربعة انواع اللي احنا نتكيف وياها يعني والا هواي اكو عوالم عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الارواح، عالم الاشباح عالم الأنوار ذاك ما علينا بها لأنها لا نفهمها بدقة ولكن لنفهمها عالم الجماد عالم الحيوان عالم النبات عالم الإنسان الإنسان بما أن له شعور يتكلم يفهم يدرك يعبد الإله يسجد له يركع له يسبحه يحمده هذا واضح النبات شلون؟ يعني هاي الشجره اللي تثمر وتعطي تفاحه او عنب هذه تسبح روح بعد ادنى الحيوانات تسبح مثلا الخروف يسبح الفيل يسبح يسجد بعد روح بعد ادنى الجمادات تسبح، الصخره تسبح الرعد هذا الصوت الذي ينبثق من اصطكاك سحابتين هذا به تسبيح شنو يعني؟ شوف الايه شو تقول؟ ويسبح الرعد بحمده هنا اكو قولان القول الاول استنادا الى ايات اخرى هذا الايات ايتين من جمله الايات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه الله يقول وإن من شيء إن إيه؟ يعني ما من شيء يعني كل الأشياء شيء يطلق على كل ما سوى الله شيء يطلق على الحيوان على الإنسان على النبات على الجماد الرعدم شيء البرق شيء. السحاب شيء. الصخره شيء. البقره شيء. وان من شيء يعني ما من شيء النافيه هنا. وان من شيء الا يسبح بحمده يسبح ويحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تفقهون يعني شنو؟ يعني لا تفهمون. معنى ذلك انه اكو تسبيح. للصخر للرعد يسبح الرعد بحمده. آية أخرى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله. حجر يهبط من خشية الله شلون؟ هذا قول. طبعاً أنا شخصياً وأعوذ بالله من كلمة أنا اؤيد هذا الراي بدليل هذه الايه وبدليل انه كثير من الامور غير واضحه النا، غيب هذا من ادري؟ يمكن ان للجمادات شعورا يمكن ان لها شعورا بس مو بشعورنا بمقدار شعورنا. اليوم شفت في كتاب بعض المكتشفين رايحين على النباتات قبل ان يذهبوا الى الحيوانات والى الجمادات شايفين النباتات تصرخ عندما تضغط عليها يضغط عليها ومسجلين بعض الصوت العجيب لهذه الصراخ لهذا الصراخ شفت في كتاب علمي لسه ما ادري صحيح مو صحيح انا بدي انقل فقط يبدو ان هناك شعورا خفيفا في النباتات وكذلك يبدو أن هناك شعورا خفيفا وبطيئا وقليلا في الحيوانات ويبدو أن هناك شعورا خفيفا وبطيئا في الجمادات منها الرعد هذا الصوت صوت في الفيزياء الكونية من اصطكاك سحابتين ولكنها تسبيح احنا ما نفهم شنو هذا رأي يعني حقيقة الرعد يسبح حقيقة يسبح بس مو مثل تسبيحنا اللي ناخذ سبحه الرعد ياخذ سبحه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله او لا اله الا الله لا لا مو شكل تسبيح الرعد يطابق كينونته طبيعته هذا راي الراي الاخر حالتها حاله التسبيح حاله النباتات طبيعه النباتات طبيعه السجود والعباده لله بدليل الايه القرانيه وقلنا للشمس والقمر شنو الايه للشمس والقمر اتي قال اتينا طائعين الله يخاطبها يخاطبهما يعني شنو اتينا طائعين يعني بطبيعتنا نسبح بطبيعتنا نحمد بطبيعتنا الله جعل فينا هذه الطبيعة أننا نسبح لله هذا الرأي الآخر دائما أنا أقول في التفسير أنه نقبل الرأيين نجمع بين الرأيين هم نقبل هذا الرأي هم نقبل هذا الرأي الرأي الثاني حتمي عند كل مؤمن وعاقل وعالم حتمي ليش؟ لأنه طبيعة التكوين طبيعة عبادة لله طاعة لله السجود شنو هي؟ السجود ما قلنا خشوع ما قلنا أن السجود منتهى الخضوع منتهى الطاعة الشمس تطيع الله تطيع ربوبية الله في كل لحظة لحظة الشمس تطيع القمر يطيع الرعد يطيع البرق يطيع كل هذا التكوين يطيع بطبيعتها تطيع بغريزتها تطيع الماء يطيع كيف لان الماء يروي يطفئ النيران هذه طبيعتها فتطيع وتعبد وتسبح والراي الاخر اللي بها آيات قرآنية وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم أكون نوع من التسبيح التكويني إحنا ما نفهم يا أبي يا أخي يعني كل شيء نفهم يعني الآن وصل العلم أنه كل شيء يدري مليارات القوانين الكونية الآن بعدها مو مكتشفة آلاف الطاقات الموجودة في الكون مو مكتشفة بعضها اكتشفت ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الملائكة تسبح الله من خيفتها مو من خوف يعني خوف العذاب من خيفتها يعني شفت في الرواية تفسير لهذه الآية أتصور من الإمام الصادق عليه السلام يعني الملك مأمور لقضايا معينة كل ملك عنده مسؤولية في الكون لا يطالع للملك الثاني شنو دا يسوي كل همه إطاعة الله سبحانه وتعالى هذا معنى الخيفة يعني الطاعة الكاملة والملائكة تسبح يعني من خيفته بعد ذلك شوية الله يؤنب حسب تعبيرنا العامي يقرص ويرسل الصواعق دير بالك يا بشر شفت البرق؟ وشفت الرعد؟ ممكن تنزل صاعقه، الصواعق جمع الصاعقه، يعني هذه النار التي تتولد من اصطكاك السحابتين، يمكن ان الله اذا اراد ان يعذب احدا او لقضايا تكوينيه ينزل هذه النار وتصبح صاعقه وتحرق. والان تشوفون بعد الصواعق عندما تنزل لازم لا واحد يتجه الى مكان خفي يتجه الى مكان واطي يشكل يقولون حتى لا تصيبه الصواعق يعني ايضا يرسل الله الصواعق بامكانه اذا اراد اذا شاء يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء يعني يكتله اللطيفه طبعا اخره وهم يجادلون في الله وهو انا شفت روايه لطيفه في مجمع البيان للطبرسي رحمه الله عليه قلت خلي اقراها مناسبه لقضيه الصواعق جدا لطيفه ما كنت شايفة سابقا عن فلان عن فلان عن ابن عباس ينقل ابن عباس ان هذه الايه عفوا نزلت بمناسبه اي ايه؟ الايه اللي قريناها ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء هنا لازم اقول ملحوظه ان كثير من الايات القرانيه كثير من السور القرانيه لم تنزل كلها مره واحده مثلا سوره البقره كلها نزلت مره واحده لا ايات 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 الرسول جمعها وقال اجعل يا علي لأنه كاتب الوحي أفضل كتاب الوحي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الرسول كان يأمره أن تجعل يا علي هذه الآية في هذا المكان لحكمة الله يدري بها هذه الآية يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء إلى قضية إلى قصة أو نسميها سبب نزول، شنو كان؟ ابن عباس يقول: "عنا بذلك" يعني الله عنا بذلك، يعني أشار بذلك. أربد ابن قيس، شخص اسمه أربد ابن قيس، أخا لبيد. أخوه اسمه لبيد بن ربيعة العامري، لأمه طبعًا. وعامر بن طفيل. وذلك أنهما أتيا النبي يجادلانه لأنه آخر الآية شنو وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يجادلون في الله يعني يجيبون أسئلة وإشكالات وترهات لأجل الجدال مو لأجل الهداية أشرنا في الليلة السابقة وما قبلها أن السؤال إذا كان استفهاميا جدا حلو أنا أروح للعالم أريد أستفهم منه، أروح للطبيب أريد أستفهم منه، أروح لعالم الفيزياء أستفهم منه، يعني أطلب الفهم في سؤالي، مرة أروح للجدال الجدال يعني شنو؟ يعني أريد أأذيه فقط أستشكل ما أريد أقتنع بشيء وهم يجادلون في الله ولكن الله شنو؟ وهو يعني والله شديد المحال محال مصدر من المماحلة يعني الله أقوى منكم إذا يريد يجادلكم يعرف شو يسوي يقول ابن عباس هؤلاء الثنين إجوا أتيا النبي يجادلانه ويريدان الفتك به فتك يعني شنو اغتيال مقررين هذول الثنين نروح عند النبي نجادله نجعله يغضب واحد من عندنا يجادل واحد ثاني من وراء يقتله بالسيف مؤامرة مؤامرة اغتيال يجادلانه ويريدان الفتك به فتك يعني قتل طبعا هاي السورة شنو مكية كانت هاي الأمور تحدث في مكة وكان عامر أوصى إلى أربد اثنين كانوا عامر وأربد قال انا اروح اجادله اجادل للرسول انت من وراء اقتله وكان عامر اوصى الى اربد اذا رايتني اكلمه فدر من خلفه يعني الدور وراء فاضربه بالسيف اضرب الرسول بالسيف فجعل عامر يخاصم رسول الله يجادل اللي قريناه في الايه وهم يجادلون في الله فجعل عامر يخاصم رسول الله يتعارك يا رسول الله ويراجعه الكلام هاي يجيب له مشاكل أسئلة حتى يغضب رسول الله ورسول الله قمة الأخلاق قمة الخلق الرفيع ويراجعه الكلام فدار أربد أربط كان وياه التخطيط شنو كان المؤامرة أنه أنا أشغله أنت روح وراه واضربه فدار أربد خلف رسول الله ليضربه فاخترط من سيفه شبرا ثم حبسه الله عنه اخترطه يعني جر السيف شبرا بمقدار شيف شبر ثم حبسه الله عنه إيده بعد ما تتحرك يريد يجر السيف ما يقدر <applause> ثم حبسه الله عنه فلم يقدر على سله سل يعني جر السيف وجعل عامر يومي إليه يقول له اضرب فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت يعني دار وجهه فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فل فرأى أربدا وما يصنع بسيفه شاف هي يريد يجر السيف من الغمد ما يقدر فقال اللهم أكفنيهما دعا رسول الله يعني أريد يا رب أنه تكفي شرهم أكفنيهما بما شئت أي شيء اللي أنت تريد فأرسل الله على أربط صاعقة بس هم واقفين في مكان واحد الصاعقة اجت من السماء وصارت على من؟ على اربد. في يوم صاح صاح, صاح صائف. في ذلك اليوم لا مطر لا سحب لا رعد ولا برق، لان لازم يصير شنو كما قرأنا. اول يجي برق، بعدين رعد، بعدين صاعقة. في يوم صاح يعني واضح مشمس. صائف يعني صيف من كلمة الصيف فأحرقته أحرقت الصاعقة من أربد وولى عامر عامر شرد وولى عامر هاربا وقال يا محمد دعوت ربك فقتل أربدا والله لأملأنها عليك خيلا جردا وفتيانا مردا راح أروح أجيب جيش حتى أقتلك شوف شقد عنود يعني ليش قلت هذول ما جايين حتى يهتدون اصلا جايين يجادلون فقط لل للجاجه كما قلنا ولا أربطن بكل نخله فرسا كل نخله اجيب فرس اربط به يعني هل قد اجيب جيش ضدك فقال صلى الله عليه واله وسلم الله يمنعك من ذلك الله يمنعك فنزل بيت امراه من سلول سلول عشيره فنزل بيت امرأة هذا منه الثاني يعني عامر راح إلى بيت امرأة وخرج على ركبتيه في الوقت في الوقت غدة عظيمة خرجت غدة في ركبتيه فكان يقول غدة غد عفوا غدة كغدة البعير شلون البعير عنده غدة مثل السنام اللي عنده أو على الركبة مالته كغدة البعير وميت وموت في بيت سلولية هو كان يقول عن نفسه أنه شنو صار أنا شنو صرت أموت في بيت سلولية لأن عشيرة مو هالقد يعني حتى قتلته وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة هم بها الشعر أيضا إسا ما أقرأ الشعر لأن وقت انتهى فنزلت هذه الآية شأن النزول هذا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وين... طبعا شأن النزول أنا قلت هذا سابقا شأن النزول فقط لهذا الشأن نزلت الآية وإلا النز... الآية عامة تصبح مو معنى أنت أنه فقط حول إربد وعامر الآية عامة شأن النزول هذا القضايا اللي كانت تحدث وتنزل آية من السماء من الله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته على معنيين اما يسبح تكوينا وطبيعه واما يسبح الجمادات تسبح الحيوانات تسبح النباتات تحمد بشعور اقل من شعورنا ولكن لا نفقه تسبيحهم ويرسل الله يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله في حاله جدالهم لله الله يرسل الصواعق وهو شديد المحال المحال مصدر من باب المفاعلة طيب انا اريد اقرا الايه اللي وراها بعد ما صار وقت فقط اكتفي بالموعظه الاخيره في كتاب مستدرك الوسائل روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من تمسك في شهر رمضان بست خصال غفر الله ذنوبه. خوش حديث هذا حلو؟ احنا في شهر رمضان شهر البركه، شهر الرحمه، شهر الله، شهر المغفره. يعني الذنوب تغفر هكذا؟ لا بها شروط. ست خصلة ست خصال إذا طبقناها تغفر ذنوبنا إن شاء الله بشفاعة محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أولا أن يحفظ دينه هاي أولها دينه يعني عقائده معرفته صلاته صيامه ركوعه سجوده زكاته خمسه حج إذا ما حاج إذا عليه قضاء إذا عليه واجبات أن يحفظ دينه حفظ الدين شيء مهم هذه أول معنى ذلك أن هذا الشهر موقف محطة شلون المحطات للوقود هاي تمثيل طبعا محطة لتصفية الأمر نصفي أمورنا أن يحفظ دينه بعد ويصون نفسه النفس تشتاق إلى محرمات إلى بلاوي يصونها ثالثا ويصل رحمه هالأيام جاي كورونا مو شكل يقولون ابتعدوا عن بعض أنا ما أدري إحنا صلة الرحم ما تركناها الحمد لله ولم يصبنا أي شيء لا أقل بالهاتف بالهاتف ذاك اليوم واحد مخابرني يقول لي شهريا انا ما شايف ابويا وامي هم ما شفته الان اكو هذا الجهاز لا اقل تصويري ما ادري صوتي اتصل بهم شوف عندهم حاجات عندهم مشاكل حلها ويصل رحمه هاي ثلاثه ولا يؤذي جاره حقوق الجار عجيبه في الاسلام كل جار الى أربعين بيت لا يؤذيهم البارحه شفنا صوت عجيب من الجيران اجيت اروح اقول لهم قلت خليهم بعدين سكتوا تصعد الصوت بشكل اللي الجار يتاذى او بشكل اشكال اخرى ولا يؤذي جاره هاي اربعه خامسا ويرعى اخوانه اخوان مو يعني اخوان الرحم فقط اصدقاء يرعاهم اذا عندهم مشاكل يحلها السادس ويخزن لسانه. مع ان هذا من الدين بس كانه اصرار اكو التفات اكو على هذا الشيء، لان اهم المشاكل تحدث من اللسان. هذا اللسان عجيب. ويخزن لسانه. اكرر ان يحفظ دينه ويصون نفسه ويصل رحمه ولا يؤذي جاره ويرعى اخوانه ويخزن لسانه، بعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الصيام فلا يعلم ثواب عامله الا الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من الصائمين اللهم اجعلنا من المطيعين لله سبحانه وتعالى اللهم كل وليك اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله الله <سؤال> سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله